احنا عشنا واحد المرحله ديال التدبير ديال هذه العمليه اللي كانت دارت في صمت مطبق. كنا نعلم بان الواقع مؤلم، لكن عندما شاهدنا الصور اكتشفنا بان الواقع اكثر إيلاما. هذا هو نموذج التحقيق الصحفي، هذا هو الانفستيجيشن او الانفستيجيتيف جورناليزم، الصحافه الاستقصائيه. وجدوا في منطقة أخرى من المخيمات تندوف وتدعى مخيم أمغالا. من تندوف إلى العيون طريق الكرامة هو تحقيق تلفزيوني قامت به صحفية إسبانية متعاونة مع قادة ميدي أن تي في، بحيث أنه لأول مرة قامت بالدخول يعني إلى مخيمات تندوف باعتبارها يعني صحفية إسبانية، ونقلت لنا الواقع المعيش للصحراويين هناك في المخيمات من حيث البنية التحتية، من حيث النقص في الأدوية، من حيث التلاعب بالمساعدات، وأيضا يعني الوضع الحقوقي للمحتجزين في تندوف. قضت هناك 5 أيام نقلت يعني خلالها شهادات صادمة للصحراويين بمخيمات تندوف، كما أنها قضت 5 أيام في مدينة العيون وحاولت أن تنقل لنا الصورة الموجودة في مدينة العيون من حيث البنية التحتية والمشاريع الاقتصادية التي يتم إنجازها وفرص الشغل الموجودة وأيضا البنية التحتية الجيدة يعني الموجودة في العيون. وإذا ما قارنا ما بين الصور التي شاهدناها في تندوف والصور التي شاهدنا في العيون نعلم أين توجد الكرامة. ذهبت إلى إحدى الإدارات بالمخيمات من أجل قضاء بعض الأغراض ولطلب المساعدة. تعرضك للاغتصاب؟